معنا من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، أهلا بك. لو تضعنا في صورة التطورات الميدانية سواء كان في طرابلس وغيرها في الشارع اللبناني على وقع الأزمة. نعم، مروج هدأ الشارع قليلا في طرابلس بعد هذه الاشتباكات أو الإشكال الكبير الذي حصل مع الجيش اللبناني بين متظاهرين والجيش اللبناني. سقط على إثره 10 عناصر عسكريين من الجيش اللبناني وأكثر من 20 شخص من المواطنين والمتظاهرين بعد تعرضهم لرصاص مطاطي من الجيش اللبناني الذي حاول فتح الطريق في منطقة جبل محسن. أما بالنسبة لطرابلس، لعكار، في منطقة الناعمة جنوب بيروت، في منطقة البقاع شرقي البلاد، هناك قطع للطرقات من قبل محتجين احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار أمام الليرة اللبنانية التي فقدت جزء كبير جدا من قيمتها، حتى أن الرواتب في لبنان باتت تساوي اليوم 30 دولار أمريكي بعد هذا الانهيار الكبير لليرة اللبنانية. على الصعيد السياسي لا يوجد أي اتصالات سياسية فيما يتعلق بالبحث عن بديل لتشكيل حكومة أو لتأليف حكومة جديدة. سمعنا اليوم مواقف دولية حادة بعد اعتذار الحريري، إضافة إلى التبادل الاتهامات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر حول ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. ولكن الاستياء الشعبي كبير في لبنان بعد هذه الأزمة، ومع تجدد وتفاقم الأزمة بعد اعتذار الحريري، ربما نشهد في فترات المساء مزيد من قطع للطرقات، مزيد من الاحتجاجات، مزيد من الصرخات من المواطنين تجاه هذه الأزمة. شكرا جزيلا لمراسلنا من بيروت سلمان العنداري.